ومن الخليل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، أهلا ومرحبا بك معنا. إسرائيل تقول إن وقفها للحرب على لبنان يعتمد على التزام لبنان نفسه بقرارات مجلس الأمن، هذا ما أكده لبنان الرسمي، ولكن ميدانيا تستعد لتوغل بري. قراءتك للأحداث وما ستقول إليه في القريب. تحياتي لك شاهندة ولمنبركم وللمشاهدين الكرام. يعني لا أظن أننا أمام وقف إطلاق نار قريب. يعني إسرائيل تشعر أنها حققت الكثير من الإنجازات حتى اللحظة، وبالتالي يفترض بالقراءة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أن تستمر بهذا المنح التصاعدي، وأن تحاول مراكمة هذه الإنجازات التكتيكية لتصبح إنجازات استراتيجية بالمفهوم العسكري، اللي من الممكن أن يتم البناء عليه بإنجازات سياسية بإحداث تغيير بالمبنى الجغرافي والديموغرافي داخل لبنان. لذلك لا أرى يعني نهاية قريبة، لا بل أشعر أنه هنالك يعني ارتفاعا بسقف المطالب والشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار إن تم الحديث عن هذا الموضوع. لا أظن أنه من الممكن أن تقبل إسرائيل أقل من تجريد حزب الله من سلاحه، ليس فقط لم يعد الموضوع الآن هو إعادة الإسرائيليين إلى مستوطنات الشمال وإخراج حزب الله وقواته إلى ما بعد الليطاني. أعتقد أن القراءة الإسرائيلية حتى اللحظة لا، هذا بناء على يعني فيما لو الأمور بقيت على حالها، ولكن في حال تغير الواقع الميداني وأن تتفاجأ إسرائيل أن قراءتها لنتائج وتداعيات ما قامت به بالأسبوعين الماضيين كان فيها نوع من المغالاة، بالتأكيد الميدان سيكون، ولكن هكذا يعني ألا تعتقد بأن إسرائيل تضع هدف أو تضيف هدف آخر على بنك أهدافها غير الواقعية وغير المنطقية، تجريد حزب الله من الأسلحة؟ يعني لأي مدى هذا هدف واقعي اليوم؟ يعني بال 2006 كان احد الاهداف الثلاثه التي اعلن عنها بحينه رئيس الحكومه أهود أولمرت، واللي فشل بتحقيقه، وبحينه لم تكن يعني اسرائيل قد حققت الانجازات التي حققت بالاسبوعين الماضيين، بدءا بتفجيرات البيجرز وانتهاء باغتيال الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله. بالتالي اليوم السلوك الاسرائيلي في حاله نشوه واحتفاء، وفقدت اسرائيل الوعي، مع أنه سمعنا اليوم بعض الأصوات الكتاب والأكاديميين والخبراء تحذر أنه يعني أنه من الممكن أنه هنالك في نوع من المغالاة بتقديرات الإسرائيلية حول تداعيات ما قامت به في لبنان، ولكن لا أظن أن هذه الأصوات مسموعة الآن في ظل تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية. وما نتائج هذه المغالاة إذا صحت هذه النظرية؟ يعني ما الذي ينتظر إسرائيل وممن؟ من إيران؟ يعني ليس الموضوع من إيران، إنما يعني إيران بالصورة، يعني حتى مهما حاولت إيران يعني أن تتبنى سياسة براغماتية وأن يعني تبعد ذاتها عن الموضوع، لا يمكن للإسرائيلي أن يعني يتراجع عن استهداف إيران بغض النظر عن القرار الإيراني، وخاصة أنه بالنهاية إسرائيل يعني كان أحد العوامل التي دفعت الأمريكي أن يمنع الإسرائيل أو أن يتفق الطرفين على عدم مهاجمة إيران عسكريا بالفترات السابقة، كان مجموعة من المتغيرات، أولاها هاي التي تسمى في إسرائيل بالأذرع أو بالوكلاء قوى المقاومة بالمنطقة، أنه كانت تقديرات أنه هاي كفيلة بفتح جبهة مع إسرائيل لشهور على الأقل لست شهور، وبالتالي كان هنالك نقاش باتجاهين، أيهما أفضل إسرائيليا، الذهاب باتجاه ضرب إيران وبشكل تلقائي يتم إضعاف حلفاء ووكلاء إيران بالمنطقة وفق القراءة الإسرائيلية، أم الذهاب باتجاه إضعاف هاي القوى الموجودة الآن، وبعد أن حسمت إسرائيل موقفها وذهبت باتجاه تقليم وضرب والقضاء على كل هاي القوى، بالتالي تصبح إيران غير قادرة من وجهة نظر إسرائيلية على مواجهة، وخاصة أن هنالك التزاما وتعهدا أمريكيا بحماية إسرائيل، بمعنى أن الأمريكي سيقدم كل الحماية لإسرائيل بإنجاح ضربات تجاه، وكذلك واشنطن سيد عادل متخوفة من أن يحدث هذا الاشتباك المباشر بين إيران وإسرائيل. بالجانب الآخر هناك تحركات في الداخل الإسرائيلي السياسي، نستذكر أنه بن غفير هدد بتفكيك الحكومة إذا ما أنهت الحرب على غزة. اليوم مسألة عودة جدعون ساعر من جديد للحكومة الإسرائيلية، كيف تقرأها؟ وهل هذا ينذر باقتراب
نهاية هذه الحرب سواء مع غزة أو مع لبنان؟ لا أرى نهاية لهذه الحرب قريبا، بالعكس أرى أنه كلما يعني شعرت هذه الحكومة ورئيسها أن هنالك استقرارا سياسيا بالحكومة، كلما حصلت على شرعية أكثر لاستمرار هذا المشروع، وخاصة أنه من النتائج المهمة جدا بالنسبة لبنيامين نتنياهو بالأسبوعين الماضيين أنها أعادت ثقة الكثير من الإسرائيليين اتجاه نتنياهو بعد أن فقدوا ثقتهم اتجاهه بعد إخفاق السابع من أكتوبر وما سبقوا من إجراءات وانقلاب على المنظومة القضائية في إسرائيل. بالتالي اليوم الشارع الإسرائيلي إلى حد ما مجمع على ضرورة استمرار الحرب في الشمال تحديدا مع حزب الله، وخاصه بعد يعني الحمله الاعلاميه الاسرائيليه الضخمه التي صورت وكان اليوم اسرائيل عادت صورتها لتكون كما كانت بعد حرب ال 67 انها قادره على كسح والقضاء على اقوى. طيب كيف نترجم استخدام نتنياهو لضمانات في هذا التوقيت تحديدا؟ لماذا يستخدم جدعون سعر كضمان او الوزراء الاربعه، دعنا نقول النواب الاربعه في هذا التوقيت؟ يعني أعتقد أنه الموضوع له أكثر من بعد. أولا قبول جدعون سعر بالعودة ونتيجة استطلاعات الرأي التي أجمعت على أنه في حال إجراء انتخابات لن يكن بمقدور جدعون سعر أن يجتاز نسبة الحسم، وبالتالي آخر ولاية له بالكنيسة، وبالتالي لا جد ولا قيمة لبقائه بالكنيسة إن لم يكن يعني بالحكومة وأن يعني يستحوذ مجموعة من المواقع المهمة. هذا أو من وجهة نظر جدعون سعر، زائد أنه جدعون سعر يطمح إلى إعادة ضمه إلى حزب الليكود بعد أن انشق عليه قبل سنوات حين نافس بنيامين نتنياهو على قيادة حزب الليكود وسقط أمام نتنياهو. ولكن من وجهة نظر نتنياهو موضوع إعادة جدعون سعر إلى الحكومة، ضمه للحكومة، يصطاد بها الكثير من العصافير. أولها كما تحدثت بموضوع بن غفير، يضعف من تأثير بن غفير بالحكومة ويسحب منه لغة التهديد بإسقاط الحكومة، لأنه اليوم أصبحت الحكومة لها 68 عضو كنيسة بالكنيسة، وبالتالي فيما لو هدد بن غفير وانسحب لن يؤثر هذا على بقاء الحكومة. هذا أولا. ثانيا وهو الأهم بكثير من موضوع بن غفير، وموضوع الحرديم وموضوع التجنيد وموضوع قانون الميزانية للعام القادم، واللي بدون تمريره تسقط الحكومة وتذهب إسرائيل باتجاه انتخابات مبكرة. شرط الحرديم بالموافقة على الميزانية أن يتم تمرير قانون التجنيد بما ينسجم مع تطلعاتهم. جدعون سعر وزملاء الثلاثي ليست لديهم مشكلة بدعم قانون التجنيد مع بنيامين نتنياهو، بالتالي فيما لو قرر جالنت وزير الجيش ومعه مجموعة من أعضاء الليكود برفض موضوع تمرير قانون التجنيد إلا بحصول أغلبية عليه، بالتالي لن يؤثر طالما أن هنالك أغلبية بعد انضمام جدعون سعر. بمعنى أنه هذا الموضوع أدى إلى تقوية الحكومة وتقوية بنيامين نتنياهو، والأهم من ذلك وإضعاف المعارضة. المعارضة الآن خسرت قائمة كانت جزء من هذه المعارضة ضد بنيامين نتنياهو وضد حكومته وتضم 4 أعضاء كنيسة. بمعنى أنه خسرت المعارضة 4 أعضاء كنيسة، كسبها نتنياهو وحكومته، والأهم من ذلك وأنه أصبح نتنياهو الآن اللاعب الأهم ليس فقط وضمانات أخر لاستمراريته بالرغم من كل يعني الإدانات التي يواجهها. طب نتنياهو قال إنه إسرائيل تحارب على 7 جبهات، يعني مفاخرا بذلك حقق أهداف الهدف تلو الآخر، ولكن لمتى برأيك باستطاعة إسرائيل الاستمرار بهذه الحروب على جبهات مختلفة؟ يعني أعتقد أنه الشارع الإسرائيلي اليوم أصبح يعني شارع دموي وشارع عنيف وفاشي وما تجاوز ما بعد الفاشية. يعني حتى يعني كان متوقع أن نرى بالشارع الإسرائيلي مظاهر فرحة وابتهاج بعد اغتيال أي فلسطيني أو أي لبناني، ولكن أن يقوم وزراء وأعضاء كنيسة وصحفيين من أهم الصحفيين بإسرائيل بتوزيع الحلويات بالشوارع، هذا بيعكس المستوى الذي وصلت إليه إسرائيل. بالتالي هذا الموضوع يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو. يعني من وجهة نظر بنيامين نتنياهو أنه أغلبية الشارع الإسرائيلي اليوم باتت تدعمني في موضوع استمرار خيار الحرب، مع أنه نصف الشارع الإسرائيلي إن لم يكن أكثر كان حتى قبل شهر كان يرى في أنه خيار نتنياهو بالحروب هو لحماية حكومته وحماية بقائه السياسي. اليوم أصبح هناك تحول أنه هذه الشريحة الواسعة من الرأي العام في إسرائيل أصبحت مقتنعة أنه نتنياهو على
تتعاطف في هذه الحروب ولا مستقبل لإسرائيل. ولكن السؤال الجوهري الذي تتحدثت عنه، إلى متى سيستمر هذا الخطاب التصاعدي؟ أعتقد أنه مرتبط بالميدان. في حال حدث تطورا ونكسة ما في لبنان أدت إلى عودة جنود إسرائيليين قتلى، حينها سنبدأ بملاحظة التغير. ثم استمرار واتساع سقوط الصواريخ على مناطق في إسرائيل، هذا من شأنه أن يبدد يعني هاي الأجواء التي يحاول بنيامين نتنياهو وحكومته يعني صناعتها في إسرائيل. والعودة للمربع الأول لربما. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الخليل الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.